لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. في إسناده ضعف وجهالة، حديث ضعيف لكن معناه ثابت من الآية الكريمة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالمعنى صحيح دل عليه الكتاب والسنة. وأما إسناد هذا الحديث فضعيف. وذكر الكف وإن لم يصح من هذا الحديث فهو ثابت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض يجعل الله الأرض خبزة واحدة يتكفأها بيده طعاما أو نزلا لأهل الجنة. فيتكفأها بيده أن يضعوها في كفه، وهذه تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بالله عز وجل دون تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وقال ابن جرير بسنده، قال ابن زيد قال حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في فلاة، ألقيت في ترس. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، اللي هو الدرع. وهذا الحديث في إسناده متروك، كما أنه مرسل، فإن زيد بن أسلم إنما هو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن ابنه ضعيف أيضا، مع أنه إمام في التفسير إلا أنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه. وأحسن ما ورد في ذلك الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه قال: السماوات السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. وهذا يصح موقوفا ولا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع، والله أعلى وأعلم. ويدل على عظم الكرسي وعظم السماوات السبع، والله عز وجل أكبر من ذلك وأعظم.
وقد قال قال وقد قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ألقيت بين ظهري فلات من الأرض صحراء واسعة متسعة من الأرض. أيضا في إسناده متروك مع الانقطاع، لكن كما ذكرنا له شاهد موقوف على ابن عباس. قال عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حمد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، ده إسناد حسن. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله. قال وله طرق، وهو كذلك وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد. وهو فيه إثبات المسافة بين السماء الدنيا والتي تليها وبين كل سماء وسماء وأنه 500 عام بمسيرة لا نعلمها، مسيرة الضوء، مسيرة أسرع من الضوء، مسيرة أقل من ذلك، الله أعلم. إذ أن كل ما نراه من نجوم وكواكب تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، كل ذلك في داخل السماء الدنيا، لأن الله عز وجل قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح. فليس عندنا تحديد لسرعة هذه المسيرة، مسيرة ماذا؟ هذا في الحقيقة تقدير مسافة بالسرعة، وهو الطريقة التي يستعملونها حديثا في المسافات الطويلة جدا. يقول مسيرة أو بينها وبينها 500 عام، أي مسيرة 500 عام ما يسار فيه بماذا لا نعلم. فهذا أمر من يعني الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها ونكل علم كيفيتها إلى الله. وكذا بين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء، يعني بعد الكرسي هناك ماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهذا الجزء والله فوق العرش ثابت من طرق عديدة بل متواترة في الدلالة على معنى علو الله عز وجل فوق خلقه. وذلك لأن هذا الحديث يثبت أن الله عز وجل فوق عرشه الذي هو سقف لجميع المخلوقات، كما قال تعالى في كتابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
فهذا تصريح الكتاب والسنة بلفظ الفوقية، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو يدل على أن الله بائن من خلقه لا يحل في أحد منهم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، أما 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وهذا أيضا إسناده ضعيف. هو الشيخ ذكر جملة من الأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها إسناده حسن لإثبات صفات الرب عز وجل، منها صفة اليدين وصفة الأصابع وصفة القبض وصفة الفوقية، فالله عز وجل فوق العرش. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن الله يقبض الأرضين بشماله أو بيده الأخرى كما ورد في الحديث الذي ذكره مسلم. وذلك من عظمة الله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء. المسألة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، وإن كان اليهود عندهم تمثيل وتشبيه، لكن هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره دون تمثيل ودون تشبيه. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، لأنه كما قال ابن مسعود: فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال ابن مسعود: فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن عندهم ما يوافق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك. الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. ذكر هنا الأخرى
ولم يعني لأن بعض الطرق فيها وبيده الأخرى. وهنا صرح في الرواية التي ذكرها بالشمال السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وذكر الشمال ثابت في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أيضا ثابتة. بعض العلماء يجعلها شاذة لأن في الصحيحين وكلتا يديه يمين، وليس بصحيح أن يقال هذا شذوذ، بل هذا إخبار بشيء زائد على ما في قوله وكلتا يديه يمين، لأن الشمال عكس اليمين هي في حق البشر، ونحن لا نثبت كيفية معينة ليدي الرب عز وجل، بل هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمها شمال واسمها يمين، فيد من اليدين ليس لها إلا اسم واحد وأنها يمين، والثانية لها اسمان يمين وشمال، أو أنها يمين في البركة وهي الشمال بالنسبة للأخرى، ولكن لا نقص فيها كما في نقص أيدي البشر. قال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يقول الله أين الجبارون أين المتكبرون، الله عز وجل العلي الكبير. يقول في هذا الموطن أين الجبارون أين المتكبرون، لا وجود لهم إلا في أحقر صورة يجعلهم الله يوم القيامة في صورة الذر في صورة النمل في أشكال الرجال، يطأه الناس بأقدامهم يساقون إلى النار يسقون من طينة الخبال وصارة أهل النار، نعوذ بالله. الثامنة ذكر الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني شيء يسير جدا، وذكر الكف، وقد ذكرنا أن الكف قد ورد في غير هذا الحديث الضعيف. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. وهذا كله يمر كما جاء كما سبق بيانه. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. قلنا في حديث حسن في ذلك، حديث ابن مسعود موقوف عليه وهو له يعني معنى الرفع في الغالب، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وأنه 500 عام مسيرة مجهولة كما ذكرنا. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي وذلك، كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. كل هذا بمسيرة غير معلومة كما ذكرنا إن صح الحديث، وكل هذه المسائل الأخيرة مأخوذة من حديث ضعيف
فنفوض الأمر إلى الله عز وجل وله الحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.